خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. خذ من التاريخ عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من أخطر المراحل التي مرت على أمة الإسلام مرحلة العداء الشيوعي لهذه الأمة. الشيوعية في آخر القرن التاسع عشر بدايات القرن العشرين تبلورت الفكرة، ويقال أن اليهود كانوا وراءها أصلا، وبدأت الأفكار الماركسية اللينينية الستالينية تنتشر في الأرض انتشارا، استخدموا فيها الدعاية الإعلام، بدأوا يتظاهرون بأنكم أيها الفقراء في العالم أنتم مظلومون، والفكرة الرأسمالية والغرب نهب أموالكم واستعبدكم وسلب كل ما تملكون، نحن الشيوعية الاشتراكية الجديدة ستحرر العبيد وستظهر الحرية مرة أخرى وتعيد للبشرية عزها. هذه كانت بداية الفكرة، صوروها هكذا حتى يغشوا بها الناس. ولما بدأت الناس تبدأ حتى بعض بلاد المسلمين في آسيا الوسطى تأخذ بعض حرياتها، بدأت الشيوعية ترسل جيشا أحمر، جيش للتصفية، للقتل، لسفك الدماء، لاستعباد البشر. كان العدو الأول بالنسبة للشيوعية هو الإسلام، فإن ما يحيط بروسيا من جهة الجنوب والشرق دول إسلامية، آسيا الوسطى كلها إسلامية، دخلها الصحابة والتابعون وفتحت تلك البلاد لمئات السنين وقرون طويلة. هذه البلاد التي كان فيها الإسلام بالنسبة للشيوعية هو العدو الأول، فبدأت بالقتل. كم كانوا يقتلون؟ لا أحد يعلم. يدخلون إلى بلد يقتلون فيها أقل شيء 100,000 50,000. قتلوا 3 ملايين في تركستان الشرقية، 3 ملايين إنسان قتلوهم من الجوع. هجروا 2.5 مليون من تلك البلاد، ما تركوا أحدا، كانوا يقتلون بلا سبب، مجرد تهجير للناس، تخويف للبشر، أي مظهر من مظاهر الدين بالنسبة لهم كانت أكبر جريمة. دخلوا البلاد، عاثوا فيها الفساد، طغوا في الأرض، ما تركوا مسجدا. تخيل في روسيا كان هناك آلاف المساجد، ما أبقوا إلا بضع مئات، حولوها إلى متاحف وإلى غيرها، كل شيء مسحوه. كان بالنسبة لهم الدين أفيون الشعوب، كانوا ينشرون الإلحاد، واحد هذا من أهدافهم، لا إله والحياة مادة. كانوا ينشرون الإباحية، يعتبرون الجنس والإباحية من أهم وسائلهم، خطة يهود وتبنوها بفكرة الشيوعية. ثلاثة، كان عندهم هدف تحطيم الأسر، ما في شيء اسمه أسرة، روابط اجتماعية، أرحام، هذا كله ما في عندهم. كانوا يريدون تحويل كل البشر في الأرض إلى قطعان من البهائم يستعبدونها. من أهدافهم لا حرية، ما في شيء اسمه حرية، كانوا يحاربون الناس في كل شيء، حرية الكلمة، حرية العمل، حرية إبداء الرأي، ما في شيء اسمه حرية. كانوا يدوسون على الناس بأرجلهم بأقدامهم بالدبابات. ستسمعون في هذه الحلقة بعض الشهادات من أناس عاصروا تلك الشيوعية في هذه البلاد، بلاد المسلمين. دق المسامير في الإنسان وهو حي، يعلقونه على الحائط وهو حي بالمسامير يثبتونه حتى ينزف حتى الموت. من وسائلهم كان يأتون إلى قبعة من حديد يضعونها على رأس الإنسان، يربطونها، يوصلون الأسلاك الكهربائية ثم الكهرباء حتى الموت. قلع العيون والأضراس والأظافر
حتى الموت، تقطيع الأجساد حتى الموت، سلخ الجلود حتى الموت، كل وسيلة من وسائل التعذيب اللي تسمعونها في الكتب والتاريخ الشيوعية استخدمتها في كل البلاد، حتى وصلوا إلى مرحلة من عليه مظهر من مظاهر الإسلام، طبعا كان بالنسبة لهم النصرانية انتهت يعني مبكرا، ما واجهتهم أصلا، ما كان عندهم أصلا النصارى عقيدة قوية أو إيمان ثابت أو إيمان راسخ، بالنسبة لهم لا فرق. أما المسلمين لا، عقيدة قوية راسخة، إيمان قوي، شعور ببعضهم البعض، ولاء كامل لبعضهم البعض، هذا هو الحجر الصعب كان أمام الشيوعية. ولهذا بدأوا بمحاربة المسلمين، مساجد هدمت عن بكر، مصاحف إذا وجدوا عند إنسان ورقة مصحف، مو مصحف، آية، لو وجدوها عند إنسان سجنوه وربما قتلوه. طبعا كارثة أن يصلي الإنسان، جريمة كبرى أنه يصوم، أكبر خطر أن يسمعوا أن إنسان يذهب لحج أو عمرة أو يعرف شيئا عن الإسلام والمسلمين. ستسمعون الشهادات، وسنقابل بعض من يعني يتذكرون هذا التاريخ، ما نقول الآن، نحن نقول اليوم كلام، لكن سنجلس مع ناس عاشوه كحياة، كيف ثبتوا على دينهم، وهذا هو الأعجب، في ظل تلك الشيوعية الحمراء التي بطشت حتى بملكية الإنسان. ما نتكلم عن الدين فقط، الإنسان لا إنسانية عندهم، ما يستطيع أن يملك، ما يملك شيء، أنت عبد تعمل لنا فقط، نحن نمتلك البشر كلهم، ما في إنسان يمتلك ولا عنده حرية ولا كرامة. أما الدين هذا من سابع المستحيلات. الكثيرون من الناس هاجروا، تركوا البلاد، آسيا الوسطى هجر الكثيرون، ذهبوا إلى سيبيريا، بعضهم إلى 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 الشرق الأوسط، بعضهم توجهوا إلى بعض بلاد الإسلام. طيب تقول لي في تلك الفترة وين كان أمة الإسلام والدول العربية؟ ليش ما قاموا معهم؟ ليش ما دافعوا عنهم؟ كانوا مغيبين في الاستعمار الغربي، قطع الأوصال الاستعمار، الشيوعية كانت هناك تقتل والاستعمار الغربي كان ينهب الثروات. شفت ايش صار في بلاد المسلمين؟ بل إن الأغرب الاستعمار الغربي كان يستعمر بلاد المسلمين وينهب ثرواتها، وبعض من بني جلدتنا في دول عربية حتى في بلادنا في الخليج كانوا يتبنون الفكر الاشتراكي الشيوعي، وكانوا ينادون بمبادئ لينين وستالين وماركس. اقرأوا التاريخ حتى لا تنغروا ببعض الرموز الفاسدة التي كان الشيوعية قتلوا الملايين، ملايين سفكوا الدماء، وراح نشوف، وراح نجلس مع أناس، وهدموا المساجد وحرقوا المصاحف، وبعض بني جلدتنا كان يروج لهم في بلاد المسلمين. أما الغرب مستفيد، كان يجمع وينهب من ثروات المسلمين. ومن يحرك هؤلاء كلهم؟ اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الشيوعية ماذا صنعت في المسلمين؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: المتقون سادح، والفقهاء قادح، ومجالستهم زيادح، ولا يسبق بطيئا رزقه، ولا يأتيه ما لم يقدر له. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لازلنا وإياكم نتحدث عن فترة الشيوعية وماذا صنعت بالشعب المسلم الألباني، وكيف الناس كانوا يصبرون على دينهم
بالرغم من الأذى إلى اليوم الناس متمسكة بهذا الدين. معنا الشيخ جعفر أحد الذين عاصروا الشيوعية منذ بدايتها، منذ أن كان حزباً ابتدأ في هذه البلاد إلى أن طغى وعاث في الأرض الفساد إلى هذا اليوم بعد أن اندحرت الشيوعية. الشيخ جعفر عاصر كل هذه الحقب، وسوف يحدثنا في هذه الجزئية يعني الأحاديث الكثيرة وعنده من الأخبار العجيبة. شيخ جعفر، أنت من الناس، أولاً نرحب بك في هذا المكان، بل أنت ترحب بنا في هذا البيت، بيتك والمكان مكانك. شيخ جعفر، حدثنا عن بعض المآسي التي مر بها المسلمون في ألبانيا بسبب الشيوعية. يا صاحب الفضيلة، أنت تجيت في هذه البلاد، بلادنا بلاد صغير في الوجه الأرضي، قلوبنا قلوب كبير للدين الإسلامي. ما شاء الله ما شاء الله، الله يثبتكم يا شيخ. حدودنا ما يونان، ما صرب، ما إيطاليا، نحن في الوسطى كمثل فلسطين. إلينا يجون الشيوعيون 40 سنة، إذا نزل من الجبال قتل أول مرات الأولياء العلماء الإسلام 34 شخصا. 34 عالم من علماء ألبانيا قتلوا في بداية الشيوعية، عندما يعني ما هو طلبة العلم، علماء، علماء الإسلام. لا إله إلا الله. نعم، قتلوا العلماء أول ما بدأوا، وهذا يعرفون الشيوعية أثر العلماء في المجتمعات. نعم. أيضا بعد دمر مساجد وكنيسة، دمروا كل المساجد كله والكنائس أيضا، أي شيء يمثل الدين بصلة كافة. من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسل إلى سيدنا 7 سنوات، لم تقول؟ ليش حالكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، فقط مجرد الشهادة لو نطق بها 7 سنوات سجن. 7 سنوات إلى سجن، وما نقموا منهم إلا لا يجوز لكلمة، من كلمة مارس عصم. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل نفر نتيه خبز 50 و100 غرام خبز كل يوم، لهذا هنزير 8 كيلو من خبز للهنزير، يكون هنزير يهب هنزير. نعم نعم والعياذ بالله، مجرمون. نعم. مجرمون لعنة الله عليهم. شيخ جعفر، المرأة كانت تلبس الحجاب في ألبانيا، وأنا شفت الصور، الألبانيات كنا كلهن محجبات حتى غطاء الوجه، الشيوعيين تركوهم بحجابهم؟ أنا أقول لك، من نكلمه هو أرسل إلى السجن، من يرى نساء يهرجون ما حجاب هم يتي نار، يحرقون الحجاب. نعم، من يكون نساء ما حجاب هم يتي نار إلى النار. تخيلوا صبر المرأة المسلمة، إذا لبست الحجاب تحرق بحجابها. نعم، فقط لأنها لبست الحجاب. نعم، هذا إجرام الشيوعية. نعم. لا نعم. أمر من فرعون، من كارون، من نمرود، من هج من نعم، من طواغيت الأرض، طواغيت الأرض هم. نعم. شيخنا، طلبة القرآن، حفظة القرآن، لا يجوز لهم، لا يجوز يقرأ القرآن، لا يجوز يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يقرأ القرآن. عذبوا حفظة القرآن مرة. كيف عذبوهم؟ عذبوا حفظة القرآن. دخلت إلى الجدار إلى الليل يهرج يقرأ الليل بعد يدخل. الله. نعم. هكذا كانوا يصبرون على حفظ القرآن. نعم. يختبئون فقط لقراءته، ونحن اليوم المساجد والمصاحف في كل مكان. نعم. سمعت أن حتى الأسنان خلعوها. نعم. مفتي الدرس فدا إلى الجدار فدا مسامير مات. وهو حي بالمسامير. نعم نعم حي. هذا مسامير. لا حول ولا قوة. هذا علمان التي رانا يهرج أسنان ما بين سطن. يخلعون الأسنان. نعم. يا أهل. ما تركوا أحد. كيف تعمل؟ لا يجوز يكلم لحد. من يكلم رصاصا. من يكلم لسجن. أرادوا محي الإسلام كله. لكن ما شاء الله الناس لا زالوا مسلمين. أنا أقول لكم أمر من فرعون. إيه. شيخ جعفر، اذكر لي قصة مثيرة حدثت أيام الشيوعية. في العهد الشيوعيون من أرسل ابنه يقتله هم أرسل للسجن 6 سنوات. لا تعمل، لا يجوز يعني. فقط للختان. نعم. 6 سنوات سجن. 6 سنوات سجن. ف
في سنة الأول إذا قالك الدين أنا أصوم، قال هذا مش يوينا أنت تصوم؟ لا جيء معي. ذهبت معه يهيب أن يدخل إلى الكهفة، دلت تومين أكاذية مشوميت أتصن تنق ريهت إذا هيك مكاوة تيسر أو الزت باش مضنين تاتي كيو زيزي كار أمبونت بعض أتصن حيدي هيكم إذا هيكم شكو مكاوة تيسر كورا فروما تي شفركا كنتي مثل موجي لفزشم دو دكتور نجان وديسر وبسه دانتي كم يكال سمون هسته پنگوار دي كالي اون يوم سكرتار برتي اون يوم كريه ديزار نيش يابم يتر فديش تاليني يت يابم نيت پو مش نفوي كالي يوته هايدا دون فوستن كاوه تيتر كون فوتن كاوه تيتر وفروه ات دكتور يجنوه دكتور ورنو رأي تش تش كم يكال مي تمپراتور 23 سي كالي مي 23 نو كالي دلنوش دي جون دوي مي تي يو شكفوت اتون اتا ثن تي ينال پرنای هایی ریو اول که لوبه ایدار دارند پاری دارند وی دارند ای که دونه ما تانی تر دکتر چه که ایتمو اونه ای گروی سر دیشن پریش نگیریمین ایتر در باس از کنش تا دبین نتا توی ایتر ایش پتو وات کوچی تون پری وپریمیت کوچی وپریمی راست ایتم نه دورو سه اگران تنین کنون تا تک فاندریم ای کنی منته یا دننسوی دریتوری که اگران ایتم Drejtori mbledhje speciale. Ku shkund gjithë, për hirë të parë i hu një çikollatë aty që agjeronte. Ai hëngër dhe e piu. I thot doktor drejtori asaj që denoncoi, "Më i kurvë, më i degeneruar, më i korruptuar, ku agjeron ai hani në Ramazanin?" Thoi, "Kjo është agjerimi në Shqipëri. Kjo veprimi që është kry këtu. Ne kemi jetu si kriminguar. Lavdi Zotit që i shputi këto prangë." Sepse ishin prangat pa pamën në faqen e dheut. Asë një tiran nuk ka bot tjilë tirani që bëndi e ndërhoqa. Lëvdi Zotit ja demokracia. Me ardhin e demokracis, u thrit e zoni lirisht, unë gjallë islami herë së dyti. Lëvdi Zotit. Jekulu dhënnun, من أشغل لسانه وقلبه بذكر الله ملأ الله قلبه بالاشتياق إليه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما معنا أحد الأخوة الذين عاصروا الشيوعية ومروا في يعني أيامها الصعبة والعصيبة في ألبانيا، الأخ عقيم أقيم وهو معناه صلاة الفجر أو الفجر. سنسأله عن بعض المظاهر التي عانوا منها أيام الشيوعية البائدة. لوفتا كندر إسلاميت رفعت تيرا في لوي që me ardhin me vendosin e pushtetit komunist në Shqipëri pra në vitin 1925. Por format më shtazarake, format më ekstreme, u shfaqen në vitin 1967, që pati si përfundim zhdukjen e të gjithë elementeve të kultit fetar në Shqipëri. Mas prishjes së gjithë xhamijave, ndalimit tyre, erdhën dhe format tjera që dukeshin edhe qesharake, nalimin e lutjeve të fetare, nalimin e Ramazanit, pra edhe të agjërimit. Një nga këto format që ishte dhe e turpshme, ishte dhe e pa përsëritshme gjithkund, ishte edhe lufta që bëshin në formë individuale kundër njerëzve që ma ishte në Ramazan. Një rast i tillë, për shembull, ishte që në nënës time,
ata njerëzit e frontit e detyroheshin gjatë rrugës që të haj karamele dhe të prishin Ramazanin pa me mjetet e tjera. Nërsa, ka pas edhe raste të tjera të turpshme, si që ishte rasti i një mësusi, që me sfunjerin e ujt, ja futi një nxënësi në gojë ujin që t'i prishte Ramazanin. Kjo ishte e padurueshme, por megjithatë në formë të heshtur, në formë të papame, besimi tek Zoti vazhdonte vazhdimisht. Agjerimi, ndonëse jo në mënyrë të përgjithshme, në një pjesë të madhe të popullsisë ekzistonte. Hal hunak ay mazahir ukhra aydan? Përveç asaj që tham, kishte edhe shfaqje tjera qesharake, të cilët lidheshin me gjërat e dorës së dytë në për problemet që po flasim. Lufta kundër synetlikut. Unë djalin tim e kam vizituar tek mjekët miqtë të mi, të cilët nëpërmjet raporteve falso ishin që ky ka infeksion dhe duhet patjetër të ban të bëhet synet. Dhe mas 4 muaj përpjekjesh në rrugë pa indirekte, jo drejt për drejt, arritëm të zgjidhim këtë problem. Djali im u bë synet. Por, kjo ngjalli shqetësimin e organeve të partisë edhe të pushtetit. Dhe me gjithë që ne i paraqitëm të gjitha dokumentat, ata quajtën përsëri, kjo është veprim i gabuar që lidhet me mbeturinat fetare në ndërgjegjen e njerëzit. أشكرك شكر جزيل وهذه بعض المظاهر ما ضر أولئك الأمم من الشيوعية وغيرها أن يصوم الناس لربهم أو يتعبدوا إلههم الذي خلقهم ما ضرهم أن يختن الرجل ابنه وطفله فيطهره ما ضرهم تعرفون ما ضرهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد هؤلاء البشر إذا قادهم إبليس خذ من التاريخ عبرة هذه القصص التي سمعناها والأخبار المؤلمة التي جلسنا مع أصحابها ترى غيظ من فيض كثيرون ماتوا كثيرون توفاهم الله وناس نشروا بالمناشير وناس أحرقوا وناس قطعت أجسادهم وناس كانوا يسحلون سحلا وناس كانوا يفتنون في صيامهم وصلاتهم والأغرب والأخطر أن هناك في تلك الفترة الشيوعية كان من العرب ومن الخليجيين من كان يتبنى المذهب الشيوعي من كان ينشر أفكار الماركسية واللينينية كان ينشرونها في دولنا العربية كتاب صحف إعلاميون لا زال بعضهم إلى اليوم للأسف ما تاب من هذا الفكر فكر الخبيث الشيوعية راحت انتهت خلاص انكسرت وبعض أفراخهم في بلادنا العربية لا زال إلى اليوم يطنطن بتلك المبادئ القديمة البالية التي انتهت شوف مهما فعلوا مهما صنعوا الإسلام قوي ألم يقل هرقل لما سأل أبا سفيان قبل الإسلام يرتد أحدهم سخطة عن دينه في واحد دخل الإسلام وارتد وهو كاره الإسلام قال لا ما في واحد دخل بالإسلام حقيقة ويتركه إلا وأن يكون دخل يعني كذبا وزورا وما فهم الإسلام حقيقة فهرقل شقال قال تلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب إذا دخلت في القلب ترى ما يرتد الإنسان شوف شلون حفظ القرآن في سرعديب شوف شلون كانوا يصلون سرا شوف شلون كانت المرأة تصوم خوفا لكنها تصوم تتمسك بدينها أنا أسأل سؤال شنو عذر أولئك الناس اليوم في بلادنا الإسلامية الحمد لله الخير موجود مساجد في كل مكان مصاحف موجودة شنو عذر الذي ينتكس اليوم في بلاد الإسلامية شنو عذره إذا كانوا الناس أيام الشيوعية متمسكين بدينهم ما عذر الناس اليوم في بلاد إسلامية وعربية تركوا دينهم وباعوه بثمن بخس يصبح أحدهم مؤمنا ويمسي كافرا هو الذي أرسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين زهرة، والصور للناس تروي كيف ينسى الطين قدرة، في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين زهرة، والصور للناس تروي كيف ينسى الطين قدرة، كيف ينسى الطين قدرة.